ها زين العاد زين العاد. هو عبد الملك يحب المناقيش لانه فقرتنا زاد وملح اليوم راح نعلم اللي ما يعرف شلون يصنع المناقيش. احنا بالعراق نسميها فطائر. فطائر نعم. الفطائر بس اهل الشام السوري. اهل الشام يسموها السوريين واللبنانيين يسموها مناقيش. اي وحده تحب؟ اللحمه اكيد. باللحم؟ بالزعتر بالزعتر اكيد كان عندهم باللبنه. باللبنه اوكي طيب. اذا هي اقراص رقيقه من العجين يخلون عليها اي خلطه واحد يحب ويدخلها بفرن. لا قبلها بمبسط خشبي يمدوها وبعدين يخلوها بفرن درجه حراره عاليه. هاي بسيط على الشرحي اني وبعدين طلعوها وياكلوها حاره. طيب شنو رايك نتابع التقرير الجاي؟ يلا يلا خلينا نشوف شلون يسووها. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم ظهيرة الجمعة. اليوم راح نشوف طبق سوري او من بلاد الشام بشكل عام اشتهر بالعراق وهو المناقيش. فخليكم ويانا خلينا نتعرف اكثر على المناقيش. يعني بالبدايه نريد نعرف احنا اليوم شفناك موجود بمطعم مناقيش اللي يصنع المناقيش، نريد نعرف شنو اللي عجبك بالمناقيش السوريه خواردنا كان زو خوشا. احب المناقيش لانها وجبه خفيفه وسريعه وهي صحيه ايضا. انا احب كثيرا الجبنه على المناقيش. طبق سوري لذيذ وانا احبه دائما حيث اني اتي الى هنا دائما لكي اتذوق المناقيش بسبب لانها خفيفه على المعده. مرحبا. يا هلا. صار فينا شلونك ويا المناقيش تحبها؟ لا والله المناقيش اكله حلوه وطيبه وخفيفه يعني فد اكله كثير حلوه. صار فينا انتم كعائله بالبيت يعني هم تحبوها المناقيش تسووها بالبيت مثلا او تشتروها من برا؟ شلونكم ويا المناقيش؟ لو تحبون الاكل يعني الاكل العربي اللي احنا نعرفه يعني عادي. بالبيت طبعا ما نقدر نسوي لانه ما في فرن وما في شيء، فأكثر أحيان نجيبه من برا. يعني يمكن هي حتى أسعارها مناسبة، يمكن للحالة مادية مو كلش قوية، يعني هي أسعارها تكون رخيصة مو مثل الوجبات الأخرى اللي مثلا إذا يريد يشتريها من برا إذا كان بسوريا أو بالعراق أو بأي دولة. صح ولا مو صح؟ صح، أسعار رخيصة ويعني أي واحد يقدر ياخذها، يعني ميزانيتها مو ميزانية الميزانية الكبيرة يعني. مشاهدينا وهسه راح نلتقي مع الشيف المسؤول عن صناعة المناقيش حتى نتعرف أكثر عن هذه الوجبة اللي يمكن العراقيين والسوريين وبشكل عام يعني بالمنطقة يحبوها. مساء الخير. مساء الخير. سولف لنا أكثر عن المناقيش، يعني بأي دولة منتشرة يعني أكثر؟ هل هي بالشام سوريا أم بلبنان تركيا؟ هي مناقيش تجي يعني مثل فطائر سورية ولبنانية تجي، بس يعني هون يعني هسه هنا ما كان في اكو مناقيش كثير، بس بعض اللجوء السوريين لهنا هسه صارت هيك تطورت وكذا والناس بلشت تحبها وتاكل منها وتاقلمت عليها. يعني اكلها كثير حلوه يعني لهم طيبه لهم، يعني ياكلوا الصبح والظهر وعشاء، يعني هي وجبه يعني كويسه وجبه خفيفه و... زين سولف لنا يعني اللي يجون الاكثر شيء عليها يعني هل هم السوريين اللبنانيين يعني من بلاد الشام بشكل عام، لو العراقيين ايضا بداوا يحبوها يعني للمناقيش؟ لا هو يعني كان كان يجون عليها اول شيء يعني سوريين يجون عليها، بس هسه صارت يجون عليها عراقيين اكثر ولبنانيين، يعني بلشوا يحبوها هم زاد ياكلوا منها. يعني بالنسبه للطريقه مال صناعتها يعني احنا خلينا نفوت شويه جوا، بالنسبه للطريقه يعني صناعه المناقيش هي صعبه يعني بشكلها العام لو سهله صناعه المناقيش يعني؟ لا والله هي جس هي شو ماكو عليها هي شغله صعبه، هي عجينه عباره بس يعني بدا الشغل يعني كل شغله لها معناها. مثلا هاي مثلا العجينه، هاي الحجم تجي العجينه مالتها تجي مثلا وزن العجينه شي 115 جرام. اكو رقاقه هي هسه هاي تبدي تفتحها يعني حتى تخلي عليها الـ يعني مثلا زعتر او شيء. قبل ما كان اكو رقاقه كان كله على اليد شوبك، بس هسه تطورت صارت رقاقه. هسه
وهي اسهل اسرع. احنا نسميه شيبك يعني. ايه ايه اوكي كمان شيبك هذا الحجم نعمله منه. اه نجيبه نخليه هنا على الدف بس رزمه. هذا هو ايه اكثر شيء مشهور هسه هنا يعني. هاي هاي جبنه. نعم جبنه بس. ايه واكو محمره. هذا اكو موزريلا مال عجين مال بيتزا هاي دجاج هاي خضار زيتون زعتر يمكن هم مشهور يعني. ايه ايه هاي زعتر هسه ابدا اعمل لك واحده بالزعتر. هاي زعتر زيت اصلي يعني احنا نسميه زيت شنو تسمونه انتم ما اعرف. نعم مو زيت الزيتون السوري يعني الاصلي المضبوط. ايه وين يشتهر زيت الزيتون الاصلي بالشام يعني بالعاصمه دمشق لو بالمناطق الكرديه يعني؟ لا هي تصير بريف حلب منطقة اسمها عفرين. هناك يعني أقومنا هناك أشجار وكذا وشيء. أشجار زيتون. فيطلع مميز. أنا سامع إنه الزيتون السوري أو زيت الزيتون هو مميز. إيه. بعدين للفرن. إيه هذا هو هسا هيك جاهز هاي. هلا تجي مفروشة. هاي مشهورة زعتر ووجه. لحمة وجبنة ومحمرة وهذول حرارة الفرن شقد تقريبا يعني حتى والله يعني لازم تكون شيء يعني 230 او 240. سؤال يعني اليوم يقدرون مثلا اذا عائلة عراقية تريد تسويها او اي عائلة عربية تريد تسوي هذه المنقوشة تقدر بالبيت تسويها يعني لو هي يعني لها طعم مميز يعني اكيد الخلطات والهاي تختلف يعني هو يختلف مثلا بين المطعم او البيت. مثلا بالبيت مثلا يقدروا يعملوا على الصاج مثلا يعملوا اذا اكو عندهم صاج بالبيت يعملونه تصير العجينة يفتحوها يخلوها على الصاج ويدهنون عليه مثلا زعتر او محمرة او اللحمة او جبنة تصير الزعتر. جبنة الزعتر يمكن تتقطع هسه لو هي مقطعة أصلاً. لا لا تجي هاي مقطعة. المرور مالته. أو مقطعة. بهالشكل هذا. أو خليه بالمعون. هذا هو المعون. هيك تقدم له الزبون.